كانت مهمه بالنسبه لنا باش نعونشينا دو فيكتوار متابعين، فماشي من السهل نظرا للظروف اللي كنا عايشين قبل مباراه عسفي. فالانتصار كيعطينا عاوتاني امل اخر باش نزيدوا نزيدوا في الخط التصاعدي اللي غادي فيه الحمد لله الايام هذه. فكنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم رغم صعوبه اللقاء اللي كان اليوم. لعبنا ضد فريق منظم، فريق اللي جاي المدينه الدار البيضاء وعارف شنو باغي، لكن الحمد لله بخبره ديال العناصر ديالنا هي اللي خلاتهم انهم ينتصروا في اللقاء ويبينوا بانهم مازال الرجاء ان شاء الله غادي تكون غتقول الكلمه ديالها في المستقبل جميع المسابقات اللي غادي نلعبوها في الموسم ان شاء الله. اليوم ما كانوش محاولات كثيره وما كانوش حلول في الهجوم، لكن في بعض المرات كتحتاج انك تسجل هدف باش تنتصر وتاخذ ثلاث نقاط. صحيح فريق الفتح الرباطي كان متكتل في الدفاع، لقينا صعوبات خصوصا في الشوط الثاني باش نخترقوا الدفاع ديال فريق الفتح. في الاول يعني في الشوط الاول تاحوا لنا مجموعه من الفرص لكن ما استغنيناهمش. الشوط الثاني فريق الفتح بقى على نفس الخطه اللي كان نهجها في الشوط الاول، يعني تكتل الدفاع، لكن يعني بفضل بعض مثل هذه الحالات هذه كتحتاج للحلول الفرديه، وهذا الشيء اللي تعتنى بواسطه يوسف العمري اللي قام بجهود كبير باش سجلنا هدف الانتصار. والحمد لله يعني كما قلت لك احنا راضين على اداء جميع اللاعبين، وان شاء الله مباراه الاحد ما غتكونش حتى هي سهله، غنوجدوا لها باش ننتصروا فيها ونحققوا 9 نقاط من 3 مباريات. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.